حياكم الله مشاهدينا من جديد. رح نتابع الحين مع فقرة التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم من تويتر تغريدات لوزارة الداخلية السعودية تحذر من خلالها المواطنين من الدعوات المشبوهة للتبرع. نتابع. حذرت وزارة الداخلية السعودية المواطنين عبر حسابها على تويتر مغردة: لا يأخذنك حسن ظنك بالآخرين للتجاوب مع دعوات مشبوهة للتبرع وتعريض نفسك لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب أو أن تكون عرضة للنصب والاحتيال. وأضافت الوزارة عبر موقعها: احرص على وصول زكاة أموالك وصدقاتك وتبرعاتك إلى مستحقيها مباشرة أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة في المملكة. كما غردت الداخلية: يتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة وإبعاد غير السعوديين إلى خارج المملكة، كما يتم إيقاع الحجز التحفظي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه بأي وسيلة لجمع الزكوات أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح من الجهات المختصة. وقد علق المغرد بدر الميزان على التغريدات قائلاً: أتمنى التنبيه والحرص في توصيل هذه الرسالة عبر الإعلام وآمة المساجد والتركيز عليها، وذلك لانجراف شعبنا وراء العاطفة ودمتم. أما المغرد هادي مجرشي فقد علق مطالباً بقائمة بالجمعيات المرخص لها لأن الأغلبية يجهلها. افتتحت شركة روتانا أمس وقبل أيام من شهر رمضان المبارك خيمة اليمامة الرمضانية، وتشكل خيمة ملتقى النجوم والناس خلال الشهر الفضيل. المزيد من التقارير في المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أول شيء بدي أقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب تكون فاتحة خير لروتانا ولكل أكيد اللي مشاركين بهالخيمة الجميلة. إن شاء الله بيشوفوا الخير وبيستاهلوا روتانا أكيد كل الود وكل الاحترام وكل المحبة. بدي أعيد كل الناس اللي عم بيشاهدونا من خلال شاشة روتانا وكل الأمة العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يا رب يكون شهر خير وسلام ومحبة على كل الناس وين ما كانوا. خلالكم أهني الأمة الإسلامية والأمة العربية بشهر رمضان واليوم افتتاحية الخيمة، وإن شاء الله يا رب تكون خيمة خير وخيمة محبة على كل الناس إن شاء الله. رمضان بدبي غير، مختلف، جميل. بعد الإفطار غير قبل الإفطار كليا، يعني بعد الإفطار خيام جميلة، جمعات حلوة، لمة أصدقاء، لمة فنانين، لمة فعلا. وفي أماكن كتير، يعني كتير في choices عندك. ف30 يوم برمضان بيمرقوا بلمح البصر، سهلين علينا بعد صيام النهار. رح نتابع مشاهدين الحين عارض لمصممتان شابتان هما مريم سولاتي ونور صالح، قدمتا تصاميمهما لينطلق في عالم الموضة في دبي. التفاصيل في التقرير التالي. اليوم الكولكشن مال ليلي آيا، اليوم البوب اب شوب ليلي آيا وذ بلومينج ديلز، هما سوين الاكسكلوسيف بيسز حق البلومينج ديلز وانا البراند امباسدر وياهم، فيا آيا جست فور ذا ايفنت ان ذا لونش. بس سوينا فاشن شو على الترندز، كرنت ترندز حق السيزون. فعندنا البرنت، عندنا البوهيميان سيزون، سوري بوهيميان ترند، عندنا البرنت ترند، سفاري ترند، فوي كفرد ذم ايتش وان باي وان، سوينا واحده واحده. الحين كترند ذا بيجست اوف ذا The ones اللي أحبها الكلاسيك mixed with the sport، فهما ويا بعض ترى يطلع amazing، يعني يجنن وايد. بلشنا لأنه حسينا في نقص شيء ما لقيناه، فحبينا إحنا نسوي الشيء اللي ما لقيناه، شيء جديد اللي هو يكون موديلات عصرية بنفس الوقت نحافظ على our values و our traditions. بالنسبة لنا احنا we design لل the Middle Eastern the in this region. فبالنسبة لنا Bloomingdale's as a hub in Dubai we're very happy about.
مقارنة بغير البراندز اللي تسوين حجاب، احنا اعتقد انه اكثر مودرن، اكثر شبابي، ونستخدم خامات اللي اكثر شيء كلها قطن، مريحه تكون، وبنفس الوقت تقدرين تلبسيها ويا جينز طالعه صباحيه او وذ اكسسوارز وهيلز. بلومينج داز خطوه كبيره وان شاء الله تكون موفقه وللاحسن. يعني وصلنا الحين مشاهدينا لفقرة جو رعد، واليوم مختار أن يقدم لنا تسريحة تناسب حفلات الأعراس. نتابع. بيتنا شو بيحبوا بهيدا الموسم؟ كل سيدة وكل حدا حابب يروح على مناسبة وخاصة بيحبوا شعراتهم مفرودين، دايما بيركزوا أنه الشعر يضاين والشعر ما يقشط وما ينوبة. من هيك بنشوف ريتا اليوم عملنا لها موديل كتير حلو بناسب عمرها، عندها حفلة زواج صديقتها بدها تتزوج، فالصبايا اليوم عاملين الحفلة وحابة تكون كتير كيوت، فمن هيك كانت التصريحة لعمرها مناسبة وللمناسبة مناسبة. الخطوات اللي اعتمدناها، تركنا طبيعة الشعر مثل ما هو، ما ملسناها، حافظنا على الطعجة العريضة ولكن زدنا شوية طعجة ليعطي شوية فوليوم من الأطراف، ما في فوليوم، ما في أي شيء بومبي من العالي. وبهيك كنا اعتمدنا لوك كتير بسيط كتير ناعب بيناسب شكل وجهها، شكل غدودها، شكل جبينها، المسافة ما بين رقبتها وما بين أكتافها. والمزيد من عالم موضة الجورات، ما تنسوا تبقوا معنا وتتابعونا على جميع المواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا بهذه الفقرة الجمالية وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وأكيد باتشر موعدنا يتجدد معاكم في حلقة جديدة من سيدتي، متواصلين معاكم في حلقاتنا إن شاء الله لين ليلة رمضان المبارك. ألقاكم غدا، معاكم هدى صلاح وكل فريق برنامج سيدتي، تصبحون على خير.